السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة. أشكركم جميعا على التفاعل وعلى المشاركة التي يعني بصراحة يعني أنا اكسبتموني، يعني أنا لا أعلم ما الذي أفعله كي أستحق هذه الثقة منكم. أشكركم جميعا وأشكر كل إنسان قام بمشاركة الفيديوهات والتعليق عليها، حتى لو الناس الذين علقوا بشكل سلبي. يعني وصلنا لمرحلة جديدة يعني في حياة هذه القناة، شيء جديد جدا يعني حصل معي عندما بدأت أجد أن الناس تأخذ فيديوهاتي و يحاول بعض الناس تحاول أن ترد عليها، مثلا بعض الناس تحاول أن تغير مثلا تضع آرائها. يعني أنا هذا التفاعل بصراحة يعني أنا متواضع جدا أن أشكركم بكل صدق على هذه الأعمال. أنا سعيد جدا بمحاولة الناس البحث عن الحقيقة بأنفسهم ومحاولة إيجاد المعلومات والرد على بعض الأمور. طبعا أنا معلوماتي كلها موجودة دائما وهي مطروحة للتفنيد وللنقاش، وبإمكان أي إنسان يأخذها ويذهب إلى أي مرجع ويحاول أن يجد إذا كان فيها أخطاء أو أي شيء. وإذا كان في عندي أي خطأ أنا عندي استعداد كامل للتراجع عنه بكل يعني روح رياضية كما يقولون. بعض المحاولات طبعا تنجح وتكون ممتازة وفيها معلومات جيدة، وأنا سعيد جدا بالناس الذين كانوا يعني في مرحلة الشك ووجدوني، فقمت بتركيز وترسيخ الحقائق في بالنسبة لهم، وخصوصا حقيقة الكروية وحقيقة استكشاف الفضاء. طبعا هذا الشيء رائع جدا، يعني أنا استمتع جدا كلما رأيت أحد الأشخاص الذي يتكلم عن تجربته معي وكيف أنه ساعدته في الوصول إلى الحقيقة. طبعا لا يمنع أن لا يخلو الأمر طبعا من أن كثيرا من الناس ما زالوا يحاولون اصطياد الأخطاء والهفوات وإيجاد بعض الأشياء، وخصوصا مثلا في قصة تفنيدي لمزاعم بعض المسطحين عن أن هناك صور يتم العبث فيها بشكل إلكتروني. طبعا التحديات لا تزال قائمة. إذا أي شخص قدر أنه مثلا يعني يورجيني مثلا الطريقة التي قام بها بإيجاد الصورة الأصلية مثلا من ناسا وكيف أن تم بها العبث ونوعية العبث، هذا طبعا يعني المجال مفتوح، لكن كثيرون يحاولون بشكل هزلي أن يأخذوا صورة مضغوطة للإنترنت، وهذه أي صورة مضغوطة للإنترنت ستجد فيها artifacts. خذ أي صورة واقعية، يعني حتى من CNN، من أي موقع، خذ صورة مضغوطة للإنترنت وكبرها في فوتوشوب وابحث فيها، ستجد بكل بساطة وبكل سهولة أن هناك بعض التضاريس والartifacts فيها. هذا لا يعني أنها يتم العبث بها. بالإضافة لهذا الشيء أن الصور التي يتم تصنيعها بالكمبيوتر CGI اللي هم Computer Generated Graphics، هاي كلياتها من الصعب جدا على أي إنسان أن يكتشف فيها أخطاء. لماذا؟ لأن البرنامج هو الذي عملها رندرينج، يعني هي مثلا صورة بالأبعاد الثلاثية، يقوم البرنامج نفسه بصناعتها بنفسه، فيقوم بإخراج الصورة وتحويلها إلى صورة ديجيتال. هذه الصور اللي هي CGI لا يمكن يعني بالأساليب العادية كشفها، يمكن فقط بقدرة الإنسان على التحليل، على وضع الصورة أمامه ويقول نعم هذه الصورة تبدو أنها تم إنتاجها بالكمبيوتر، لكن هل هي صورة حقيقية؟ يعني فهي ليست صورة حقيقية، لكن الصور الحقيقية ليست تخليق كمبيوتر. وطبعا حتى الصور التي يتم مزج فيها الأشياء تعتمد على مدى احترافية الشخص. أرشيف ناسا توجد فيه صور يعني على ما أتوقع بمئات الآلاف، احتمال بالملايين، لكل الرحلات، لكل شيء. بإمكان الإنسان أن يذهب ويخرج منها صورة ويدقق فيها، خذ حزمة من الصور ودقق فيها براحتك. هذه الصور موجودة مطروحة للمحترفين والمتخصصين والعلماء لـ 40 سنة الآن، ممكن أكثر.
هؤلاء المتخصصين لم يجدوا فيها أي شيء. ثم يأتي بعض الناس مستواهم ضعيف جدا ويحاولون أن يجدوا فيها أشياء، طبعا هم سيجدوا ما يتوهمون أنهم يبحثون عنه. على العموم أشكر الجميع على المتابعة، وإن شاء الله طبعا أنا كل التحديات لا تزال موجودة، الصور التي فيها تحديات موجودة، رحلات الطائرات موجودة. إذا في عندكم أي أسئلة وأي استفسارات أنا جاهز وإن شاء الله سأقوم بالرد. تحياتي للجميع، أتمنى منكم أن تنشروا الحقيقة دائما وتبتعدوا عن الخرافات والوهم، أهم بالأخص الأرض المسطحة وجماعة المشعوذين الذين يروجون لهذا الشيء الذي طبعا ما أنزل الله به من سلطان. كروية الأرض هي إحدى أعظم آيات الخلق من الله تعالى التي أنعم بها علينا كبشرية، وبدل أن نشكر فضله وإعجازه في خلق هذه الكرة الأرضية التي هي معجزة حقيقية إذا نظرنا إلى مدى كبر هذا الكون ومدى كونه كون يعني غير انهسبتبل، يعني غير مؤهل للحياة، لا يحب الحياة، هو كل شيء خارج هذه البقعة الصغيرة الكرة الأرضية، هذا الكون لا يحب الحياة. فآية الله أنه جعل لنا كوكبا نستطيع أن نعيش عليه ونتنازع إذا كان هو كروي ولا مسطح. طبعا بعد أن عرفنا كروية الكوكب طبعا من العبث أن نفكر حتى من بعيد أن هذا الكوكب مسطح. تحياتي لكم جميعا، أراكم إن شاء الله في الفيديو القادم. أتمنى منكم أن تستمروا في التفاعل بلايك شير سبسكرايب، وأشكركم أشكر الجميع على التفاعل حتى الآن، وإن شاء الله نراكم في فيديو قادم. سلام.